كيكة غزالة فنة البنات كتجي في واحد المذاق رائع، واحد اللذة، واحد الرطوبية، واحد الهشوشية. ما نعاود لكمش البنات، نتمنى نجربوها وتردوا عليا الاخبار. كتجي هشيشة من الداخل وفنة فنة وفازقة، وهانتوما الدليل. ومع لاك خيم وداك لاصوص اللي فيها اللي درتها من فوق رائعة مذاقا وشكلا، ونتمنى لكم تجربوها البنات. علاش لا؟ سلام سلام. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم طيبه؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، وهذا هو الاهم. صباح النور، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح المحبه والصداقه، وصباح كل شيء. اليوم جيت نحضر معكم الكيكه في المول اللي خديت من بي. هذا ثاني مول اللي غنجرب فيه الكيكه، كنت جربتها في هذاك اللي بحال المشنف، ودابا هذا في الطويل. المهم مقادير بسيطه اللي كاينه في الدار عندكم، حضروا بها. كتجي غزاله هذه الكيكه وكتجي فنه. بلا ما نطول عليكم لا فيديو، عندنا في المقادير في العجن بعدا عندنا واحد جوج بيضات، كاس سنيدة ما عمرش، كاس الزيت ما عمرش، كاس القهوة ما عمرش، الكاكاو المر، واللي عنده الكاكاو الحلو يديرو هذا المر كيعطي اللون، وجوج خمارات. هادشي اللي كاين في العجن بطبيعة الحال. الدقيق حسب هاهو حدايا، شحال هز ليا نقول لكم شحال هزت ليا. المهم مقادير ديال العجن ديال الكيكه هما جوج بيضات وجوج خمارات وكاس معمرش الزيت وكاس معمرش ديال سنيده وكاس القهوه معمرش ومعلقه كبيره ديال الكاكاو. بالنسبه للزين عندي هنا الشوكولاته المربعات، عندي واحد بيرلي، وعندي اللوز افيلي والزين، وهذا بطبيعة الحال مول غندهنو بالزبدة ونرشو بالطحين. هادشي اللي عطا الله. دابا نخلطو الكيكة ديالنا عادية بالخلاط اليدوي، وعاد غنديروها طيب في الفران على درجة الحرارة 180 درجة. نشعلو الفران غير من التحت تاع الضو. بطبيعة الحال أنا كنقول لكم فران الضو في الكاز، ما عمري ما جربتها، ما كتجيش زوينة في الكاز حقو لله. متنعرفش نطيب الكيكة في تاع الكاز، كتجينيش مزيانة. أنا مجرباها في تاع الضو كتجي زوينة. صافي هادشي اللي عطانا البنات، هادو هما المقادير اللي كاينين. كنت يقول البنات كتجي زوينه بحال ميروندينا ميروندينا ميروندينا. عين نتوما نصيحه، اللي كيدير الكيكه فيها الكاكاو ما يحاول ما يكثرش الطحين، لحقاش الكاكاو كينشف الكيكه. هذه نصيحه، الا درتي الكاكاو في الكيكه كينشفها شويه، حاولي ما تكثريش من الطحين من الدقيق. وصافي هادشي اللي عطا الله، نغلوز معاكم الطريقة. في إناء عندي جوج بيضات، قبصة الملح البنيات متنساوها، غندير معاهم سنيدة، نضربها مزيان، ونضرب سنيدة مع البيض، ونزيد عليهم الزيت فيندمجو بعدا، نزيد مرحلة مرحلة، البيض وسنيدة معاهم الزيت، ونتبعهم الكاكاو والقهوة والمقغرات، نزيد آخر مرحلة الطحين والخمارات. صافي عادية. نزيدو الزيت مع التطراب بطبيعة الحال، دايما خصني ندمجو على نصي. عاد غنزيدو القهوة، الخلاط اليدوي
يبقى طلع لك الكيكه راه كتطلع لك بلا هذه بلا هذه، بلا تحط زريمه وتحط زرك، سبحان الله العظيم. قهوه كاس ما عامرش، نسيت القهوه كي كتنسجم مع الشوكولاته البنات. نعاود لكم واش كتجي من السما، كتجي غزاله. اللي عشاق قهوه اللي عشاق الشوكولاته، كاين ما تعجبوش هاد الكيكه ديال الشوكولاته كي، ولكن يجربوها. هادي راه ميغوندينا، هذيك ميغوندينا اللي كنشريو بجوج دراهم هي هادي، كتجي هشيشه سبحان الله العظيم. غير النصيحه قلت لكم ما تقتلوش الطحين، لحقاش الكاكاو كينشف شويه، داك الشيء غدير كاكاو وحاولي الطحين ما تكتري ما تكتريش، خليه شويه سائله. ونبقى على هاد الطريقه. انا باغا نبدا نزيد الطحين تدريجيا مع الخماره، الطحين ديالي غنبدا نزيدو فيه تدريجيا، وعاد نزيد الخمارات. طيب الحال الطحين راه مغربل ناضي، وعيني ميزاني قلت لكم البنات راح غندير مازال، غنزيد معلقه ديال الكاكاو والخمارات. نحاول نخلي التكتله تاع الطحين ما تكونش ليا، ما تكونش ليا. دابا غنزيد هذيك المعلقه ديال الكاكاو، ها هي ما كنكترش بزاف حتى هذا المر اللون ديالو كحل بزاف، ماشي بحال الاخر ديال الحلو كيكون شويه باهت اللون ديالو. نكمل على طريقتي، خاصني الطحين وخاصني الخمارات، الخمارات جوج قلنا البنات. نبقى غادي على الطريقة، نزيد الطحين مازلت كنقول لكم الطحين ما تكثروش، حيت الا كثرتو كينشف مع داك الكاكاو. صافي نبقى غادي على الطريقه تنسجموا ليا. وهاد الاثناء كنا مشعل الفران على درجه الحراره 180 غير لتحت، فران الضو البنات ماشي الغاز. الكيكه ديالي مع الصطراب كتحصل على هذا، هذا هو القوام اللي بغيت البنات، هو هذا شتو هانتوما، ماشي ماشي جارية وماشي قاصحة. نخلص من هاد الطراف، المول ديالي هنايا دهنتو بالزبدة ورشيتو بالطحين. دابا بقى ليا غير نكب الخليط ديالي في المول، والفران ديجا مسخناه. هي لا غوسيط هاد الكيكه البنات في المول كبير شويه، كديري جربعة البيض ماشي جوج، نفسها سميتو، الا كتنقصي من البيض حيت هاد المول جاني صغير، حاول تنقص من الكميه. يا نورمال المول كان المول كمر من هذا، تديري ربعة البيضات وكاس كاس العنبه سكر وكاس العنبه زيت وكاس العنبه قهوه مقادين، والمعالق ديال الكاكاو قلت لكم نتوما كتلعبوا على اللون اللي بغيتو. المهم معلقه كبيره ديال الكاكاو المر ماشي لا الحلو. صافي انا دابا درت الكيكه ديالتي في المول، الفرن راه هو شاعل، بقى لي ندخلها. انا دخلت الكيكه ديالي الفرن وصافي، غنسد عليها ونخليها طيب على خاطرها، ونتلاقاو في الشكل النهائي من بعد ما نزينوها ونحضروا لا كريم اللي غن لاصوص اللي غندهنوا اللي غنديروا بها من الفوق. وهانتوما معانا، المهم البنات منيت باش كنعرفو الكيكه ديالنا راها طابت، حيت عرفتي حيت فيها اللون مع القهوه ومع الكاكاو
ما تيبانش بحال الكيكه العاديه كتعرفيها ملي كيتبدل اللون ديالها تولي غادا هذاك كنعرفوها طابت، مي هذه الرائحه ديالها كتعرفيها طابت سبحان الله العظيم. وتنجيبي واحد كيوضو تقلبيها هكايا تيخرج ناشف هانتوما، صافي دليل بانها راه طابت. قالي دابا غنزينوها وشوفوها في الشكل النهائي باذن الله. في هذه الاثناء نحيدو الكيكه ديالنا من المول، كون حضرنا القهوه غنسقيوها باش تكون شي رائعه البنات. ما سقيتو كتجي هشيشة من الداخل، كتجي فواحد المذاق ما نعاودلكمش. هذا القهوه خليت واحد الكاس باش نسقيها مزيان، انا باقا كاع ما درتها في الطبطي التقديم، تا ندير ليها الكريم و تندير ليها هذاك الشوكولاطه مع البيرلي. دابا هنا كنسقيها مزيان مزيان مزيان، عاد غنديرها في الصحن التقديم. قد ما سقيتوها كتجي زوينه وغزاله، كتجي مي غوندينا مي غوندينا. غي سقيوها ما تخافو ما والو. الصوص ديالي باش غنديرو الكيكه ديالنا ها هي، انا غنديرها في صحن التقديم وشكلاط انا لي باماري. دابا غنزيدو مع هاد بيرلي، نخلطو عرفتي هاد البيرلي كيعطي واحد اللون غزال، هاد البيرلي راه بحال الفخوماج عرفتي زوين وكيجي بنين مزيان. لي ما عندوش بيرلي كيدير نص كاس الحليب وكيمشي يدير معلقة الكاكاو. ما عندكش الشوكولاط ما عندكش البيرلي ماشي اخر الدنيا، بلي عندك في الدار غديري معلقة الكاكاو وغديري نص كاس الحليب وديري معاهم شي سنيده وتخلطي وتحصلي على الكريم اللي عندك موجود. انا كيعجبني البيرلي كيعطيني واحد لوكو في شكل بديت سبحان الله العظيم. المهم نخلط هاد لاصوص اللي غنسقي اللي غنزين بها من الفوق، وهذاك اللوز ايفي اللي راه كنحمر فيه ونطلقوه في الشكل النهائي. هاد الكيكه ديالنا لاصوص اللي تحصلنا عليه انتما البنات رائع، مذاق ديالو انتما. وبقى لينا دابا الا نزينوها هي. من بعد ما دهناها بلاصوص عندنا هنا اللوز ايفيلي رقاق اللوز، دخلناه من الفران شويه ما عرفت نلقى والو نسيتهم. المهم نزوق الشكل النهائي وأقول الحقيقة كيفاش جاتكم من المذاق، ما تسولونيش عليه. نتمنى تجربوها كتجي غزالة مي غوندينا مي غوندينا، كتجي أكثر من رائعة. نتمنى تجربوها وديري ليا الكومونتيغ الزوينين والتعاليق علاش لا.